صربيا من الدول المتميزة في السياحة العلاجية والاستشفائية، وشرم الشيخ فيها العديد من الأماكن المخصصة لهذا الغرض. غير مستغلين. أنا إزاي يكون في تعاون في هذا الإطار؟ حاجين جداً يعني. عايزين جدا يعني ان احنا عايزين نشغل حمام موسى وحمام فرعون والمياه الكبريتيه المنتشره مش في شرم الشيخ بس او في محافظه بس، في مصر كلها في حوالي 1400 عين مياه كبريتيه منتشره في جميع انحاء مصر. الوفد زار كمان كنيسه سان سافا الاكبر في منطقه البلقان، وده لتعزيز التعاون مع دير سانت كاترين. كمان كان في زياره مهمه لمسجد البيرقلي وهو الاقدم في صربيا. المسؤولين في المسجد عبروا عن تطلعهم لاستضافة علماء الأزهر الشريف، وده لأنه أحد أهم القلاع التاريخية لنشر الإسلام الوسطي. كمان إحنا شايفين المفتي موجود، فبرضو أول تعاون. وأعضاء الكنيسة، وفد من الكنيسة الصفا موجودة هنا، موجودين معنا هنا، وأنا جبت لهم طبعا وفد من الكنيسة من السامعين بتاعتنا بيتقابلوا مع بعض. المفتي بتاع صربيا موجود هنا وموجود معنا، ومدير مديرية أوقاف شرم الشيخ واقفين هناك بيتحدثوا بيتكلموا. دي بقى التواصل بين الشعوب والتقارب بين الشعوب والدعاية بين الشعوب والتسويق بين المدن، هو ده المطلوب في الفترة الحالية.